معايا عبر الهاتف الآن واحد من أهم كباتن منتخب مصر، واحد من أهم الأسماء اللي لعبت المنتخب مصر، يعني من 98 مكسر الدنيا، ومن 98 في إبداع عظيم جدا في كل البطولات، دايما كان عنصر مهم جدا لمنتخبنا الوطني، مدافع اللي جه من المنصورة وبقى أساسي في منتخب مصر وسط كبار الأهلي والزمالك والمحترفين، وقدر يحفر اسمه بحروف من ذهب وعمل رحلة احتراف، واحنا من أفضل رحلات الاحتراف يمكن ما بين لاعبي كرة القدم المصرية، الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا كابتن منتخبنا الوطني الأسبق. يا كابتن عبد الظاهر، مشرف ومنور، سعيد دايما بتواجدك معايا. حبيبي يا كريم، متشكر جدا يا حبيبي، متشكر جدا. أخبارك إيه؟ وحشني جدا والله. أنت لسه بقول لك أه والله وحشني جدا يا كابتن عبد الظاهر. والله حبيبي لسه حبيبي كريم، لسه كنت بتفرج عليك النهاردة تمام، وبقول للشباب بقول لهم الكابتن عبد الظاهر بيجيب لكم فطار ولا بطل يجيب فطار؟ مفيش ها؟ لا لا لا، انت عارف العاده، لازم لازم. حبيبي يا كابتن عبد الظاهر، انا كنت لسه بتكلم على فكره انه انا خدت النقطه النهارده في قبل سفر منتخبنا لكاس الامم الافريقيه بكام صوره كده شفتهم، شفت صوره لزيزو وامام عاشور وهم حاضنين بعض واكتفوا ايديهم على اكتاف بعض، شفت صوره النهارده والراجل بتاع المهمات في المنتخب ولاعيبه المنتخب وكباتن المنتخب رايحين يزوروه، عجباني الروح دي يا كابتن عبد الظاهر، ومحسساني ان الروح دي هي الروح بتاعتكم انتوا الجيل بتاعكم دي اللي كانت بتجيب لنا بطولات عظيمه قبل الاداء الفني كمان. ده اكبر نقطه قوه في اي فريق او تيم ورك، ده جاي خلي بالك من العشرة. الناس دي دلوقتي خلاص داخل في منهم داخل على 19 سنين منتخب مصر مع بعض. اتكلم على حجازي، صلاح، تريزيجيه، نني، الشناوي، كباتن مصر يعني دلوقتي خلاص بقوا كباتن ومسؤولين عن اللعيبه الصغيرين. صحيح. فطبعا والجيل ده خلي بالك اتظلم، ما لقاش كباتن معاه، يعني جيل محمد صلاح وتريزيجيه ما لقاش حد معاه من الكبار اللي هو المفروض يبقى معاه، بقى هي اللعيبه اللي كانت تستلم في مجموعه كبيره جدا بطلوا الكوره كان المفروض تعيش معاهم فتره، لكن اللعيبه دي اتحملت المسؤوليه فتره كبيره جدا. صح. النهارده هم كباتن منتخب مصر. صح. فبيلعبوا دور مهم جدا. صح. طبعا وده الاهم خلي بالك، وانا بقول عليه كانت دي نقطه القوه بتاعتنا. صح. يعني مش الفنيات هي اللي بتجيب بطوله، خلي بالك التجمع والترابط، لان التيم تيم ورك الاثنين يا كابتن عبد الظاهر، يعني المهم يبقى عندك فنيات كويسه وعندك جيل محترم، وفي نفس الوقت الجيل المحترم دوت من غير روح وحماس وترابط وتيم ورك زي ما حضرتك بتقول عمره ما هيجيب بطوله. والله يا كريم بنسب. والله لو اقول لك ان النسبه اللي احنا بنحكي عنها دي الروح والتماسك وان انت تكتب تاريخ لنفسك، وان انت كنت بتتكلم بتقول عمليه التارجت وان الناس تحقق تارجتها، في حاجات ما بتتقدرش بفلوس اللي هو التاريخ. تاريخك ده ما بتقدرش بفلوس، لانه صح. هيفضل طول حياته طول حياه التاريخ ده يجيب لك انت فلوس. هو النهارده لما مثلا عبد الظاهر السقا دلوقتي قاعد بثلاث بطولات 112 ماتش دولي، ده عامل تاريخ وسي في ماشي بيه، ان انا بروح اي مكان أو في اي وظيفه تاريخي ده بيشفع لي عند اي حد. صح. احمد حسن الحضري، كابتن حسام حسن. صح. الناس دي عملت تاريخ لمصر. صح. الجيل ده محتاج التاريخ لمصر، الجيل ده بالذات محتاج انه يعمل تاريخ لنفسه اولا وبعد كده لبلده. صح. لان لما تيجي النهارده تشوف محمد صلاح تقريبا حقق كل حاجه. حقق كل حاجه، محتاج انه يبقى فيه بطوله افريقيه لمحمد صلاح. صح. كان عنده باد لك في 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 اتنين فاينل، لكن اللعيبه ديت ان شاء الله ان شاء الله متفائل جدا، لان بقى عندهم خبرات ان ازاي يوصل نهائي وازاي يوصل نهائي ويوصل للفاينل. صح. ده شيء مهم جدا. طيب كابتن عبد الظاهر، كنت لسه بتكلم من شويه على فكره انه احنا عندنا جيل محترم من اللاعبين دلوقتي، جيل حلو لمنتخب مصر، وانا في رايي ده رايي انا عايز اسمع راي حضرتك، انه ده الجيل الافضل لمنتخب مصر من بعد جيل عظيم جدا كان في 2006 و2008 و10، يعني من 2010 لحد دلوقتي الجيل ده يمكن الاكثر تكاملا على مستوى كل المراكز. معاك مليون في المية، معاك مليون في المية. ما تيجي تبص حتى خط الظهر، النهارده حجازي بيرجع لخط الظهر، النهارده عبد المنعم حاجه تشرف، النهارده الاحتياطي بتاعهم ياسر ابراهيم لو كان في غلط ان انا ما خدتوش لا رجع تاني، موجود علي جبر، موجود احمد سامي، لا خط ظهر محترم. لا وتبص محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد، تبص فتوح ومحمد حمدي. ما ده اللي انا بقول لك عليه، عندك باكين ليفت وباكين رايت، عايز تلعب مين
اهلا وسهلا، يعني فاهمني الاثنين جاهزين، صح؟ يعني سواء هاني او حمدي الاثنين هايلين جدا، او عمر كمال وفتوح هايلين جدا، صح؟ اثنين بمواصفات هجوميه رائعين، فتوح وعمر كمال، واثنين مواصفات دفاعيه هايلين، حمدي وهاني، صح؟ فاهمني ازاي؟ صح. اللي انت بقى لازم تحط عليه سبوت وتحط عليه مليون خط، انت عندك اجمد خط نص ما حصلش فعلا من زمان، صح؟ من 2010 فعلا، صح؟ والجيل الذهبي اللي كان موجود، يعني بتتكلم على مروان والنني وحمدي فتحي، فاهمني؟ وامام عاشور وزيزو، وزيزو كمان، صح؟ يعني بتتكلم على خط نص عندك اوبشنات كتير جدا، حمادة كمان، ومحمود حماده كمان عشان ما ننساهوش برضه، نديله حقه حماده طبعا، فاهمني؟ طبعا. تعال على الاطراف، النهارده تريزيجيه النهارده بقى في كيمياء بينه وبين صلاح، لدرجه ان صلاح بيبصيله وهو مغمض، وجمله اتعملت مره واثنين وثلاثه، فبقى عندنا قوه هجوميه، يعني عايز اقول لك بقى عندك مرموش موجود، تغييره كويسه جدا، ممكن يلعب اساسي، ممكن ينافس الناس دي كلها، فموجود عندك ناس صراحه مش موجودة بقالها كتير، صح؟ فصدقني احنا في احسن فترات منتخب مصر، وده فعلا كلمة مهمة جدا، ان الجو العام كله يعني ان هو كل الناس لازم تصدق ان منتخب مصر لازم ياخد البطولة دي. طيب كابتن عبد الظاهر، عايز اخد رايك عايز اخد رايك قوية جدا. عايز اخد رايك في حاجة مهمة جدا. روي فيتوريا بعد مباراة تنزانيا الودية سألوه مرة أخرى، كانوا سألوه قبل المباراة وسألوه مرة أخرى على فكرة أنه لازم يوعد بالبطولة، أو ليه ما بتوعدش بالبطولة، وراجل في المرة التانية كان متضايق شوية وقال أن أنا ما ينفعش أوعد بالبطولة، أنا أوعد أن احنا نعمل شغلنا، أن احنا نتعب، أن احنا نجتهد ونحاول نوصل للبطولة. رأيك إيه في الناس اللي بتبقى مطالبة أو طالبة من المدرب أنه يوعد بالبطولة؟ لا طبعا غلط جدا، هو راجل زيك جدا، بيرفع الضغوط عن اللعيبة. أيوة. بالماضي وركراكة قال لك انا مش رايح اخد بطوله، برضه نفس الحكايه، ده ركراكي مدرب المغرب قال لك انا برشح مصر والجزائر اللي تاخد البطوله والمغرب مش هتاخدها اصلا. أيوة يعني ما ده ذكاء، وده رابع العالم عن اللعيبه بتاعته وعن نفسه كمان، صحيح؟ عشان بعد ما بعد البطوله مهم، صحيح؟ جدا، لان الدول العربيه لما بتخسر بطوله بيبقى في تغييرات دايما في الاجهزه الفنيه، وده شيء صح طبعا. لكن طبعا مش لازم يقول ان انا، عمر ما في مدير فني مسك منتخب مصر او مسك منتخب قال ان انا راح اخد بطوله، صحيح؟ ولا احنا كنا اصلا في اي بطوله احنا خدناها كنا احنا المرشحين ان احنا ناخد بطوله غير 2008، صح؟ بس صح، بس صح. 98 كنا رايحين وكابتن جوهري طلع في الاعلام وقال انا رقم 13 في البطوله، قال احنا تصنيفنا 13 بين منتخبات افريقيا، لكن في اوضه اللبس احنا كلنا مجتمعين وقايلين ان احنا عايزين نروح ناخد البطوله، صح؟ في 2006 يعني كان المدرب جديد الكابتن حسن شحاته، جيل جديد بيطلع، جيل قديم بينادوا ان هو يبطل الكوره، يعني كل الحاجات اللي اتعودنا عليها ديت، وفي الاخر خلاص خدنا بطوله، صح؟ عشان كده بقول لك 2008 هذه احسن كوره لعبناها، وكان هي البطوله الوحيده اللي احنا مرشحين ان احنا ناخدها فعلا. حتى 2010 كنا طالعين طبعا من ازمه ماتش الجزائر، وطلعنا من كاس العالم، وطبعا الغضب الشديد عندنا وعند الجمهور ان احنا ازاي ما نوصلش كاس عالم، كنا رايحين 2010 برضو ما كناش مرشحين ان احنا ناخد البطوله وخدنا، صح؟ البطوله، صح؟ فعشان كده بقول لك الفنيات نسبتها اقل من ان انت تكون مرتبط بالفرقه والفرقه مترابطه، عشان لو على الفنيات ففي منتخبات ممكن تتفوق علينا فنيا، ولكن احنا بنعرف نتفوق عليها بالاراده والروح والحماس. ماشي، احنا الاحسن فنيا صدقني. لما تقيس اللعيبه اللي كانت بتلعبنا قدامنا كوت ديفوار مثلا 98 جنوب افريقيا، 2006 كوت ديفوار، فاهمني؟ او حتى 2010 في غانا، لا احنا ما كناش الاحسن فنيا، انما كنا اكتر ناس مصممين ان احنا ناخد البطوله، صحيح؟ صحيح. ان شاء الله خير يا كابتن عبد الظاهر، انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما مداخله عزيزه وغاليه جدا. كابتن عبد الظاهر السائل، كابتن منتخبنا الوطني الاسبق، واحد من اهم اللاعبين اللي عدوا على منتخب مصر.